واش حنا يا حنا خويا شنو إذن مشاهدي ومتشجعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من قلب سوق الخضار والفواكه بالجملة، معروف مارشي كريو. جينا اليوم نقلوا لكم الثمن ديال المطيشة، سواء طوماط سوري الصغيرة أو مطيشة العادية اللي كنعرفوا. معنا احد البائعين بالجمله. السلام عليكم وصباح الخير عليكم. وعليكم السلام. كي دايرين؟ بخير. رمضان مبارك. شكرا. شحال داير اخويا مطيشات الصباح؟ مطيشه فكاريشيه الكبيره العاديه. الكبيره كاينه الكيلو. يلاه سير ماشي مشكل، خضر مشين. مسوقين مطيشه قاصه شويه فكادير. واليوم اصبح السوق طايح. دابا انتم بشحال شارينا الكيلو؟ دابا مطيشه ديال الكيلو واخدينا ب 2600. بشحال طيح الكيلو؟ كيلو المواطن بغى يعرف طيح 90 80 عليكم انتم؟ ما بين 80 حتى 90. وشحال كطلبوا فيها؟ انا كنطلبوا فيها دريم ديالنا على حساب الصير وكذا درهم. يعني 110 دريم؟ 110. البارح نقولوا 6 درهم 110 واليوم ما صافيش نقولوا 100 دريم. السوق راجع. 100 دريم ما لقيناش. دابا 100 دريم ما لقيتوش. 100 دريم تنقولوا 100 دريم الخضار كيهرب. يسمع 100 دريم تيهرب. وبشحال بغى ياخذها وبشحال المستهلك غادي ياخذها المواطن العادي؟ المواطن العادي يا سيدي. اي مش هو كيعقل كيعقل حتى ما كاينش. قل من داك الشيء اللي شاري انت. قل من داك الشيء اللي حيت كيسمع السوق راجع مع هذا الشيء والامطار اللي طاحت الحمد لله. هذاك الشيء على السوق. دابا السبب ديال الثمن اللي طاح هو الشتا. هو الشتا. يعني الى زاد صبات الشتا زيد طيح مطيشه. بخير الحمد لله. الحمد لله. ولكن الفرق ما بين هذه الكبيره وهذه الصغيره، هذه الصغيره بشحال دابا الكيلو؟ كاين الفرق، هذه بلوطه. البلوطه دايره 4000. بشحال الكيلو؟ الكيلو المواطن غيبغي يعرف بشحال الكيلو. 4000 كتقام ب 120 ريال. 120 ريال. 130 هذه الكيلو. بالنسبة لهنا هنا بنزيد عليها واحد الدرهم ديال باش كطيح عند الخضار. وهادي هذيك اخويا تنقولوا 100 دريال هنا في جوبنا. يعني خمسة بست دريال. خمسة بست دريال انت باغي فيها خمسة دراهم. خمسة دراهم وما لقيناش عطاونا 4 دراهم 70 ريال. فوالا هذا هو اللي كاين. يعني من بعد ما صبات هاد الشتا. من بعد ما صبات هاد الشتا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وكاين الرونديز. شنو هي هاد الرونديز؟ هادي الرونديز هاديك 60 درهم 70 درهم 80 درهم والسوق ديالها طلع. دابا دايره 2200 اليوم صافحت نقولوا 100 درهم. بشحال طايحه الكيلو؟ بشحال طايحه حتى هي ب 2100. لا بشحال طايح الكيلو؟ الكيلو كيلو 70 ريال. 70 ريال 2200. والفرق شنو الفرق ما بين هادي وهادي؟ كاين الفرق او السن. شنو؟ بلوطه كاليتي على الروندي. هاكو هادي بالنسبه للحريره وراك عارف الفيزا وكذا كاينه الجوده عليها. هذا هو اللي كاين، هذا هو الفرق اللي بيناتهم. الى زادت صبات الشتا واش التبينه غادي تطيح ولا غادي تنزل؟ الشتا على حسب. طلع. عندنا في السلعه لاصيط. الا كانت الشتا كشيره. السوق غير غوص. كانت بين وبين على حسب السلعه كتوجد. هذا هو اللي كاين. شكرا. كاين هذيك كاين هذي دريويشه. شنو هي هذي دريويشه؟ هذي دريويشه بالنسبه للخضار دريويشه. شنو هي الدريويشه؟ بالنسبه للدريويشه حيت الشيء ما نطيح فيها. مويانه. مويانه. تسمى ديشي. هادي الكاليتي ديالها ديال الكيلو. هادي راه السوق. هادي راه السوق كتسمى الكيلو. اي واحد يدور. منين كتجي هاد المطيشه هادي؟ اش من مدينه؟ من اكادير. والبحر صبات الشتا في اكادير الحمد لله. كاين امطار كثيره في اكادير. الحمد لله. منور الشتا بغينا الخير. الحمد لله. الفقيد خف على كل شيء. الحمد لله. باش ما يكون لا ضرر ولا ضرار. سواء لكم ولا للمستهلك. شكرا شكرا. اذا من قلب سوق الخضر والفواكه بالجمله بمدينه الدار البيضاء. كانوا معنا جوج ديال الباعه ديال المطيشه بالطماطم بالجمله، كيقولوا بان من بعد الامطار الاخيره الثمن ديال المطيشه طاح،
شراوها بستة دراهم كيطلبوا فيها غير خمسة دراهم وما لقاوش اللي يعطيوها لهم. حتى بربعة دراهم دابا. ياك اخويا. دابا ها انت سمع قال لك بيعوها بربعة دراهم. دراهم صاين. بربعة دراهم. اذا الحمد لله الخيرات الخيرات موجودة. اش عندي اخويا انا. امين. الله يخلف عليك. اذا شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله. نتمنوا الخيرات تكون باقة في تبقى في المغرب والاثمنة تطيح ولكن حتى الناس ما يضروش لان حتى هما عندهم عندهم خدامه عندهم مصاريف عندهم وليداتهم عندهم نتمنوا الخير للجميع. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. دمتم في رعايه الله والى مبشرين اخر.